مرحبا أطفال صف الروضة الثانية. نشاط في المجال اللغوي الشفهي، المشروع الرابع، القارئ الصغير. فيديو التعليمي سنستخدم المرآة. نقف أمام المرآة، نتحدث لماذا نستخدم المرآة، وأيضا سنقوم بتقليد تعابير الوجوه. هيا بنا. أقف أمام المرآة وأقلد تعابير الوجوه التي أراها. هيا نتعرف على هذه الوجوه. وجه حزين، وجه غاضب، وجه باكي، وجه خائف، وجه متعجب، وجه مفكر، وجه ضاحك، وجه مبتسم. بعد أن تعرفنا على بعض تعبير الوجوه، هيا نشاهد ماذا فعل هؤلاء الأطفال أمام المرآة. جاد ارتدى لباس المدرسة. أحسنت يا جاد. أما لانا تسرح شعرها أمام المرآة. زينة تنظر إلى المرآة وتختار اللباس المناسب لحضور حفلة عيد الميلاد. لانا تنظر إلى المرآة وتتفقد وجهها لأنها مريضة. أما فادي ارتدى لباس الرياضي، سيذهب إلى النادي. وسمر ترقص وتغني أمام المرآة. والآن جاء دوركم أحبائي الصغار. نقف أمام المرآة، نقلد حركات الوجوه التي أمامنا، ثم نختار الأجمل. الوجه الأول، وجه يبكي، غاضب. نغني أمام المرآة. تعجب، ضاحك. هل يمكنكم تنفيذ هذا النشاط أحبائي الصغار؟ من خلال هذا النشاط يمكننا أن نعبر عن حركات الوجوه. هيا أحبائي الصغار، نستخدم المرآة، نقف أمامها، نقلد الحركات. أخبروني أي من الحركات الأجمل. أنا بانتظار أعمالكم. إلى اللقاء.